السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على Partition and Calling Search Space Part 2. اتكلمنا على Part 1 المره اللي فاتت وعرفنا ايه هو البيسكس او الكونسبت بتاع Partition and Calling Search Space. النهارده هنجو ان شاء الله through 4 important points. اول حاجه هنتكلم على Partition Sequence. ليه Partition Sequence is very important؟ قلنا Calling Search Space هو عباره عن list of partition ممكن نحط فيها كذا partition، فاحنا بنقول ان السيكونس بتاع البارتيشن اللي انا بحطهم جوه الكولينج سيرش سبيس هو از فيري امبورتنت، وهقول لك ليه ان شاء الله. نبدا نتكلم على البوينت نمبر 2. انا اتكلم على ان شاء الله البارتيشن والكولينج سيرش سبيس افكت الكول راوتينج ان بوث سايدز، سواء والمكالمه داخله السايد بتاعي من الجيت واي او خارجه. هنتكلم نمبر 3 على حاجه ريليتد بالبارتيشن اسمها تايم سكيدول اند تايم بيريودز. نمبر 4 هنتكلم على فيتشر كده اسمها بيلار. You can apply it on the call manager, but you have to use the partition with calling search space. نبدأ إن شاء الله point number one. Why partition sequence is very important. أنا دلوقتي يا جماعة لو عندي three phones. Phone رقمه 100 وتليفون تانيين رقمهم 300. وجيت من التليفون اللي رقمه 100 عملت call 300. بالديزاين اللي أنا عامله without partition and calling search space. تفتكر التليفون الاول اللي هيرن ولا التاني؟ Actually هو فعليا لو جيت حطيت رقم 300 على تليفونين هو عبارة عن حاجة اسمها shared line. يعني ايه shared line؟ يعني ما رن رقم 300 التليفونين الاتنين هيرنوا في نفس الوقت. طيب تعال نجرب الموضوع ده عملي. انا طبعا عندي تليفونين هنا بس، فهعمل line 300 على تليفون وتليفون وهرن، هعملهم as a second line وهرن من واحد منهم على الخطين. خليني اقول لك دول الخطوط بتوع المره اللي فاتت 100 و 200. انا هعمل 300 سكند لاين هنا وسكند لاين هنا 300 برضه. طيب هروح فايند، هروح على التليفون السيسكو اي بي كوميونيكيتور، هاد سكند لاين اسمه 300، سيف. خلي بالك دلوقتي من حاجه، انت عملت 300 بقى اسوشيتد مع ديفايس التليفون اللي هو 001، ده اللي هو هنا الايه الاي بي كوميونيكيتور. طيب بص، اما اروح اد 300 الناحيه التانية على التليفون التاني، هاب بورد سكند لاين، واجي هنا اكتب 300. قال لي ان هو ايه اسوشيتد اوريدي مع 001. لما ادوس سيف هينزل 22222 اللي هو الايه البلو بوينت فون. طيب تعال نروح كده على التليفونين نجرب نكول من الاي بي كوميونيكيتور 300 ونشوف ايه اللي هيحصل. بص التليفونين في الناحيتين بيرنوا، 300 هنا بيرن و 300 هنا بيرن. لا مش كده وبس، كمان لو جيت رفعت على رقم 300 من الاي بي كوميونيكيتور هيديك علامه حمراء على التليفون التاني ان اللاين مشغول. That's why هو شيرد لاين، والعكس صحيح. تمام. طيب خلينا نرجع باك ونتكلم على البارتيشن سيكونس والكولينج سيرش سبيس. تعالى فور اكزامبل هنقول ان انا هحط، لا بلاش ده، هحط رقم 300 هنا في بارتيشن ورقم 300 هنا في بارتيشن. هقول ان ده في بارتيشن اسمه فور اكزامبل فون 1 وده في بارتيشن اسمه فون 2. طيب دلوقتي نرجع كده نفتكر مع بعض. بالديزاين اللي انا عامله لو حطيت رقم 300 كل واحد منهم في فون في بارتيشن مختلف، واحد فون 1 واحد فون 2، وجيت عملت المكالمه من رقم 100، ايه اللي هيحصل؟ فور شور هيديني بيزي تون. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا عشان اقدر من تليفون 100 اكلم رقم 300 لازم يكون عندي في الكولينج سيرش سبيس بتاعي البارتيشن اللي فيه رقم 300، سواء بقى اللي فوق او اللي تحت. فانا هاجي عشان اعمل reachability هعمل calling search space، for example هسميه calling search space all، وهقعد جواه. هنا بقى خلي بالك هنا هتكلم على ال sequence how it's very important. هعمل phone 1 وهعمل phone 2. يبقى انا دلوقتي عندي في list of partition اللي اسمه css all عندي phone 1 الاول وphone 2 الاول. طب لو جيت من تليفون 100 ضربت رقم 300 انهي اللي هيرن؟ هيرن للبارتيشن بتاعه محطوط عندي الاول اللي هو فون كام؟ فون 1، ده اللي هيرن دايما، كل ما اتصل ده اللي هيرن دايما. فتعالى نقول ان فون 1 هو الاي بي كوميونيكيتور وفون 2 هو البلو
بلو فون. فانا هروح اول حاجه على الـ على الكول مانجر زي ما اتعلمنا الكاريت البارتيشن ازاي من الكلاس اوف كنترول، وبعد كده بارتيشن هروح اقول له انا اد نيو. انا عندي هنا بس نرجع باك البارتيشنز القديمه اللي اوريدي وي كرييتد ذا لاست تايم. هكرييت حاجه اسمها فون 1 وحاجه اسمها فون 2، سيف، مش هحط اي ديسكريبشن، وهروح اعمل كولينج سيرش سبيس هسميه زي ما احنا سميناه css underscore all، وهقاد فون 1 الاول وبعد كده فون 2. خلي بالك زي ما انت شايف هنا في سهمين على الجنب بقدر ان انا اطلع فون 2، يعني اغير الترتيب او السيكونس بتاع البارتيشن داخل الكولينج سيرش سبيس، وانا اخلي فون 1 الاول اللي هو الاي بي كوميونيكيتر. هروح على الفون الاي بي كوميونيكيتر على رقم 300، هو دلوقتي في نو بارتيشن زي ما انت شايف، هقول انا هحطك في فون 1، سيف. خلي بالك هنا بقى ديفايس واحد دلوقتي، قبل كده كانوا اتنين. هروح على البلو فون ورقم 300 وهحطه في بارتيشن A 2. دلوقتي لو جيت اتصلت ايه اللي هيحصل؟ الكولد ويل بي دينايد. ليه؟ لان التليفون اللي انا هتصل منه معهوش الكولينج سيرش سبيس بتاع 300. لو جينا اتصل اداني بيزي تون على طول. طيب هاجي هروح على الاي بي كوميونيكيتر واديله الكولينج سيرش سبيس اللي انا عملته اللي هو اسمه سي اس اس اول، سيف، جست جيف ريستور تو البوث فونز. طيب دلوقتي لما اجي اتصل من 100 دايما 300 اللي تحت اللي هي في لاين 2 هنا دايما هي اللي هترن. ليه؟ لان البارتيشن فيها الاول. نجرب، هو اللي بيرن. طيب هقفل واتصل تاني. طب لو انا عايز الناحيه التانيه ترن، هروح بسرعه اغير السيكونس بتاع البارتيشن، فهروح على الكور راوتنج كلاس اوف كنترول كولينج سيرش سبيس سي اس اس اول، هقول له لا طلع لي فون 2 فوق، فبالتالي سي اس اس اول اوريدي اسوشيتد مع الفون الاي بي كوميونيكيتور، فهو دلوقتي بقى معاه فون 2 اللي هو البلو فون. فكل ما اتصل من 300 تليفون ناحيه اليمين هيرن. اوكي، فبكده يا جماعه نكون خلصنا اول بوينت مهمه نتكلم عنها اللي هي ليه السيكونس very important while I'm designing the partition and the calling search space. نبدا نروح لبوينت نمبر 2، ليه البارتيشن والكولينج سيرش سبيس ليهم افكت على الكول راوتنج اون بوث سايدز. هبدا اتكلم اول حاجه على الانباوند كول. الانباوند كول من الراوتر برسبكتيف، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا الراوتر المكالمه جايه لي انباوند داخله لي من بره جايه على التليفونين اللي عندي هنا. خلينا نقول حاجه، انا هدي للتليفون ده رقم 100 وهدي للتليفون ده رقم 200. هديكوا يا جماعه مثال حي، بس قبل ما اديكوا المثال الحي ده عايزك تركز معايا ان الجيت واي على صفحه الكول مانجر، سوري، ان الجيت واي على صفحه الكول مانجر فيها حاجه اسمها كولينج سيرش سبيس. ايه ده؟ هي الجيت واي بتاخد كولينج سيرش سبيس؟ طب ليه؟ عشان الجيت واي بتتصل. ازاي يعني الجيت واي بتتصل؟ يعني in very simple information هنقول ان التليفون ده بيكلم 100 او 200. المكالمه بتمشي ازاي؟ بتعدي على البي اس تي ان، ومن البي اس تي ان بتروح على الجيت واي ده، بتترمينيت على الجيت واي. يعني ايه كلمه بتترمينيت على الجيت واي؟ يعني المكالمه بتتحذف على الجيت واي، والجيت واي بتاخدها وتدخلها جوه. فمعنى كده ان الجيت واي بتبدا هي كمان تتصل، صح؟ طيب الجيت واي بتتصل بتاخد كولينج سيرش سبيس، الكلام ده ليه؟ خليني اديك حاجه مثال يعني دايما او مش دايما، ساعات بيطلب مننا في البروجكتس. لو رحنا على تليفون رقم 100 وقلنا ان ده المانجر، خلاص هيجي المانجر يقول لك، او يعني اللي عايز الديزاين بتاع الكومباني هيقول لك انا عايزك لما حد يتكلم من بره يوصل لاي امبلوي عادي زي التليفون ده، بس مش عايزه يوصل للمانجر. طب انت هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتقولي دي بسيطة جدا، انا هاجي على التليفون ده والتليفون ده، هحط كل واحد منهم في partition. for example هقوله ده انت phone number
مثلا phone A، وهتحط ده في partition اسمه phone B، وهتروح تكاري calling search space هتسميها ايه، مثلا gateway inbound calls، وتحط جواها مين، هتحط جواها phone B بس. ليه الكلام ده؟ طيب تعال نفكر فيها كده بسيكونس مع بعض. دلوقتي الجيت واي جالها المكالمة، طيب حد طلب رقم 200، ايه اللي هيحصل؟ الجيت واي هتروح تبص بسرعة، انا معايا الكولينج سيرش سبيس بتاعي في بارتيشن بي اللي هو في رقم 200، في المكالمة هتوصل. طيب ان كيس ان انا بكلم ايه، هاجي دلوقتي من الجيت واي المكالمة هتجيلي، هتشيك حد بيكلم 100. طب انا الكولينج سيرش سبيس اللي معايا هنا هل في فون ايه؟ مفهوش، المكالمة والبي ريجكتد. انا عايز اوريك البورت اللي انا واخدها الكات دي من الكول مانجر. لو رحنا كده على الكول مانجر ديفايس على الجيت واي ودوست فايند، ده الجيت واي بتاعي انا جاست ان انا حطه كده، يعني هو جيت واي مش موجود، جيت واي وهمي. لو نزلنا تحت شوية على حاجة اسمها كول راوتنج انفورميشن فور انباوند كولز، المكالمات اللي داخلة لي، هلاقي ان انا عندي ايه كولينج سيرش سبيس، ممكن اعمل اساين بالكولينج سيرش سبيس اللي اوريدي عندي في الكول مانجر. فده كان البارت الخاص بموضوع البارتيشن والكولينج سيرش سبيس بتأفكت الكول راوتنج على الانباوند دايركشن. نبدأ نتكلم على الاوت باوند دايركشن. Whenever you need to go out of your cluster او ان انت تعمل مكالمة خارج، لازم تماتش على root pattern. ليه لازم اماتش على root pattern؟ ان انا لو روحت للroot patterns عندي في الكور routing وبعد كده root بعد كده root pattern، لما تيجي تعمل root pattern for example add new، لو كتبت اي pattern مثلا 911 وجيت تسايف، هيقولك انت لازم تحط ايه gateway او root list. فالجيت واي هنا لازم اختارها، هي دي اللي بترميني المكالمه اوت اوف ذا كلاستر. طيب احنا في الطبيعي يا جماعه لازم لما نيجي نعمل الديزاين لازم نعمل كل رقم لوحده. يعني ايه كل رقم لوحده؟ انا ممكن اعمل روت باترن عامه دي اكسكلاميشن مارك ماتش اي حاجه، لوكال ناشونال انترناشونال ايمرجنسي فري نمبرز اني ثينج ويل ورك نو بروبلم، خلاص. بس ده مش كويس للديزاين. ليه؟ لان انا عايز اعمل كول ريستريكشنز في الاوتباوند. ايه معنى الكلام ده؟ انا بعمل دايل بير خاصه بالانترناشنال، فور اكزامبل رقم بيبدا ب 00 واي ارقام بعد كده، واحد لللوكال، واحد للموبايل نمبر، واحد للامرجنسي نمبر. ممكن طبعا بعد كده تحط ناشنال، تحط فري نمبرز زي ما انت عايز، عشان انا اقدر بعد كده ادي لكل واحده من دول بارتيشن، خلاص. وعلى اساس البارتيشن انا هقول مين يكلم ايه ومين ما يكلمش ايه. تعالوا ناخد مثال على الموضوع ده. لو انا عندي 2 تليفونز هنا والجيت واي بتاعتي اهي اللي بيخرج عليها، اللي هي لو جينا بصينا تحت كده هنلاقي ده رقم الجيت واي بتاعي، ان اي تليفون من دول لما بيجي بيتصل بيروح على الجيت واي لو اتصل باي رقم من دول. طيب جه المدير قال لك انا عندي تليفونين، طيب ايه هما رقم التليفونين دول؟ واحد رقمه برده 100 والتاني رقمه 200. طيب قال لك انا عايز التليفون اللي رقمه 100 يكلم كل حاجة ما عدا الانترناشنال، هتعملها ازاي دي؟ هتيجي هتروح مكاري كولينج سيرش سبيس، خلينا نختار لون تاني غير الاصفر، هتيجي تروح عامل كولينج سيرش سبيس سي اس اس، مثلا هتقول ده هيبقى لوكال موبايل ايمرجنسي بس مش هديله انترناشونال. طب هحط جواه ايه ده؟ كروا معايا، حط جواه بارتيشن اكس واي، حط زد، لا مش هحط زد. ليه؟ لان دلوقتي ما التليفون ده يجي يتصل باي رقم هيتشيك ايه البارتيشنز اللي معاه اكس واي وزد، يبقى دلوقتي الراجل ده افيلبل ان هو يكلم اي حاجه في بارتيشن اكس واي و X تاني، لكن Z will be A will be ignored، مش هيقدر ان هو يكلم Z، صح؟ ليه؟ لو هو عنده مفيش partition اسمه Z،
فمش هيقدر ان هو يكلم انترناشونال. طب لو قال لك انا عايز 200 يكلم كل حاجه، هاجي هعمل له برده كولينج سيرش سبيس بس ساعتها هاد فيه اكس واي زد. وبكده نكون خلصنا تاني بوينت اللي هي بتتكلم على البارتيشن والكولينج سيرش سبيس سبيس افكت على الكور راوتينج اون ذا اوت باوند او الان بوث سايدز. اكشلي احنا اتكلمنا على الان باوند والاوت باوند. هنبدا نموف على بوينت نمبر 3 which is called time schedules and time periods. بس عايز اقول لك حاجه، اكلمك على بعض الفيتشرز اتمنى ان انت تكون عارفها واقول لك انا ممكن استخدمها البارتيشن والكولينج سيرش سبيس فيها. حاجه فور اكزامبل زي الكول بارك. ايه هو الكول بارك ده؟ ان انا بيكون بكلم واحد على التليفون خلاص وعايزة أبيكابل المكالمة من حتة تانية وفي نفس الوقت مش عايزة أقفل مع الراجل ده، فباجي أساين كول بارك نمبر تمام، فور إكزامبل 500 أو 5000، وممكن يكون رينج، ممكن أقول له 500 إكس يعني 5000، 5001، 5002، لحد 5009 وتسعة تمام. طيب فايدة الكول بارك دي إن أنا وأنا معايا المكالمة لو عايز أعمل لها بيكاب من تليفون تاني، فبروح وانا المكالمه معايا بروح داس زرار اسمه كول بارك. بيعمل ايه بالظبط؟ زي العربيه بيروح يركن المكالمه في رقم. فمن فور اكزامبل لو انا مديله رينج 500 اكس، فهياخد اول واحده في الرينج اللي هو 5000 ويكتب لي على الشاشه ان الكول انها باركت في رقم 5000 تمام. هروح على تليفون تاني واطلب 5000، هروح واخد الكول عامل لها بيك اب من البارك اللي هي ركنت فيه. طب عشان اعمل للمكالمه بيك اب لازم يكون معايا في الكولينج سيرش سبيس اللي اسايند في رقم البارتيشن بتاع الكول بارك. يعني انا لو مدي للبارتي للكول بارك رقم اكس، لازم التليفون اللي هبيك اب منه الكول لازم يكون ايه الكولينج سيرش سبيس بتاعه فيه ايه، فيه بارتيشن اكس، ساعتها اقدر بيك اب الكول، اذروايز مش هتشتغل. ندي اكزامبل كمان حاجه زي الميت مي كونفرنس. ايه الميت مي كونفرنس ده؟ في الطبيعي يا جماعه الكونفرنس العادي اللي احنا نعرفه او اللي احنا بنعمله ممكن على موبايل فون، انما بكون بكلم احمد وعايز ادخل محمد معانا كونفرنس، بقول لاحمد ثواني معايا على الهولد وادوس هولد وبعد كده اعمل نيو كول كونفرنس تمام، اكلم محمد وبعد كده ادوس ايه زرار كونفرنس ويحطوا لي كولز داخلين في بعض، نبقى احنا الثلاثه في كونفرسيشن واحده. ده اسمه اد هوك كونفرنس. اد هوك يعني انا شغال في النص باد واحد من هنا واحد من هنا. اما الميت مي كونفرنس فانا باساين نمبر فور اكزامبل زي مثلا رقم 4000 واقول لهم يا جماعه النهارده هنتقابل على رقم 4000 الساعه 5 بالظبط. بيخش الانيشيتور بيختار من زرار عنده اسمه الميت مي كونفرنس وبعد كده بيدوس بيبقى هو في الكونفرنس. بعد كده اي حد تاني عايز يجوين الكونفرنس بيرفع ويكلم 4000 بيبقى موجود في الكونفرنس ستريت اواي. فانت عشان تقدر تجوين الكونفرنس ده، لو انا مدي للكونفرنس بارتيشن زد، لازم الكولينج سيرش سبيس بتاع التليفون بتاعك اللي انت هتجوين منه الميت مي كونفرنس لازم يكون معاه في الكولينج سيرش سبيس بتاع بارتيشن زد، اذروايز الكول ويل بي ريجكتد. زي ما قلت لكم في الاول مبدئيا كده الكولينج سيرش سبيس والبارتيشن هي كول ريستريكشنز، بس زي ما احنا هنشوف وبنشوف دلوقتي ان الموضوع اكبر من كده بكتير. هو ماسك الكور بتاع الكول مانجر كول. دول بس كان very simple two examples. طبعا في كلام كتير تاني وهتقابله ان شاء الله اللي ناوي يكمل في تراك الفويس وراح اخد كورس زي السي ابس اللي هو سيسكو ابليكيشنز ويروح على يونيتي كونكشن، هيلاقي ان اليونيتي فيها بارتيشن وكولينج سيرش سبيس برضو بنفس الكونسبت بس بطريقه مختلفه. نبدا نتكلم على التايم سكيدولز which is number 3 and time periods. الموضوع بسيط جدا يا جماعة. اعتقد انتوا فاكرين الخزنة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول دي، انه قلت لك الخزنة دي في اكزامبل لو رقمها 4 وحايد فاللوك ايكوال الكي. يعني ايه اللوك ايكوال الكي؟ يعني انت لو معاك عارف ان هو الباسورد 4 وحايد وانت عامل والباسورد على الخزنة 4 وحايد، ف 4 وحايد مع 4 وحايد الخزنة هتفتح تمام. طيب by using the time schedules and time periods انا هعمل حاجة اقوى من كده الا هو المنبه. ايه المنبه ده؟ ان انا هassign time period معين الخزنة تفتح فيها. يعني ايه؟ انا اعرف رقم الخزنة رقمها 4 وحايد بيفتحه،
بس انا مع استخدام التايم بيريد انا هقول للخزنه افتحي من الساعه 10 ولا 12، بمعنى ان انت لو جيت دخلت رقم الباسورد اللي معاك مع ان هي صح في اي ميعاد غير من 10 ل 12 الخزنه مش هتفتح لك، هتلوك، هتقول لك انها مقفوله، لازم تدخله من 10 ل 12. بالعكس الموضوع زياده عن كده، هو ممكن تحط 2 تايمز او 3 تايمز او 4 تايمز. ذاتس واي يا جماعه انا عملت اد هنا لحاجه اسمها periods، حرف اس، سوري في ذات، خلينا نهايلايته، حرف اس. ليه؟ لا هو مش تايم بيريود واحد بس، تايم بيريود اتنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اعمل اول منبه اقول لها اشتغلي من الساعه 10 ل 12، وتاني منبه اشتغلي من 4 ل 6 ف 2 تايمز. ممكن اقول اشتغل من سنه 2001 ل 2002 او من شهر 1 لشهر 3، فانا بقدر اتحكم في الموضوع ده. طيب الموضوع ده ايه استخدامه يا جماعه؟ ايه استخدامه؟ هديك فكره بسيطه قوي عنه، او very simple example. دلوقتي ده رقم الانترناشنال صح؟ اي حد دلوقتي في الكولينج سيرش سبيس بتاعه في بارتيشن زد هيقدر يكلم رقم الانترناشنال صح؟ طيب انا هاجي على البارتيشن ده جواه وهديله تايم، هقول له البارتيشن انا عايزك تشتغل في الوركينج اورز بس. يعني ايه؟ ممكن دلوقتي انا بشتغل من الساعه 9 ل 4، ممكن ابتداء من الساعه 4 عامل جاي بينظف، يروح ماسك التليفون دايل رقم انترناشونال ويقعد يكلم اهله في ايا كان البلد، تمام. لكن انا بعمل البارتيشن وقت معين يشتغل فيه، بقول له اشتغل من 9 ل 4. من وقت ال 9 ل 4 يقدر الموظف ان هو يكلم رقم انترناشونال. بعد الساعه 4 او قبل الساعه 9 لو حد جه يكلم رقم انترناشونال وماتش على الروت باترن ده، الكول بي ريجكتد عشان التايم ده البارتيشن او الخزنه مقفوله فيها دلوقتي، ما ينفعش ان انا اشتغل عليها. طيب هو الكلام ده بيمشي بالتايم بتاع البي سي بتاعي؟ اكيد لا. الكلام ده يا جماعه بيمشي التايم بتاع الكول مانجر. ودلوقتي ابتداء من كول مانجر 8 بستخدم حاجه اسمها ال NTP او Network Time Protocol، وهو حاجه مانديتوري في السيت اب، يعني حاجه الزاميه ما ينفعش اكمل السيت اب من غيره. ان انا بستخدم بروتوكول معين عشان اخلي التايم سينكرونايزد على all the phones و all the system. ان لو الساعه عندي واحده دلوقتي على التليفون بتاعي يبقى كل السيستم وكل التليفونات الساعه واحده. فببدا ان انا اسيت التايم على اساس التايم بتاع الكول مانجر نفسه او Network Time Protocol او ال NTP. ازاي بقدر اعمل creation للموضوع ده؟ هو الموضوع 4 steps. ببدا create time periods، بقول مثلا هشتغل من 10 ل 12 وهشتغل من 4 ل 6، وبعد كده ببدا assign the time periods للtime schedule، وبعد كده باخد التايم schedule احطه جوه البارتيشن. بسيط، هو بسيط يعني مش عايزك تقدم الكتير بس هو بسيط. طيب تعال نعمله، هنروح على class of control هقول له انا time period. طيب ايه التايم بيريد بتاعي؟ باي ديفولت في حاجه اسمها all the time، هقول له add new مثلا، هقول دي between 10 to 12 and 4 to 6 تمام. description هو او خلي دي working hours مثلا، لكني عندي فترتين للشغل. طيب التايم هيبدا من الساعه كام؟ هقول له هيبدا من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 4 اللي هي تبقى الساعه 16 مظبوط. بس انا عايز اعملها 2 تايمز، اسف، انا اخليها من 10 لحد 12 working hours. دي اخليها الفيرست period، save، add successful. هعمل واحدة تانية working hours second period الفترة التانية، ودي هنخليها من 4 ل 6، هيجي من 4 للساعة 16، 6 تبقى الساعة 18. تمام. هنا يا جماعه ممكن اساين بالويك، تمام، ممكن اساين باليير زي ما قلت لكم، اي حاجه انا عايز. سيف خلاص. فانا دلوقتي لو رجعت جو باك هيبقى عندي 2 تايمز، فيرست بيريد وسكند بيريد،
هاخد الاتنين دول من class of control، هعمل حاجة اسمها time schedule. تمام، اقول له find، هقول له add new، يبقى كده دي الworking hours كلها، ال first وال second period. save، وهقعد جواها first period و second period. يبقى دلوقتي first period بتقول من 10 ل 12، second period بتقول من 4 ل 6، والاتنين على بعض محطوطين في حاجة اسمها ايه؟ working hours. هروح للبارتيشن اللي هو واخده الانترناشنال مثلا for example، لو رحت على الروت باترن هلاقي الانترناشنال واخد بارتيشن اسمه زد، فهرجع على الكور راوتنج كلاس اوف كنترول بارتيشن، هروح على بارتيشن زد، هلاقي ان انا من جواه اقدر احط له ايه؟ تايم سكيدول اللي انا عملت له كرييشن، اللي هو وركينج اورز اللي جواها فيرست بيريد وسكند بيريد، اللي بتقول من 10 ل 12 من 4 ل 6. سيف، بس كده بقى اكسسبل في الوقت بس اللي انا حددته. وده يا جماعة ببساطة موضوع الـ time schedule and time periods، وهو جزء من الـ partition والـ calling search space، حتى سيسكو حطها في الـ material كده عشان هو بيتحكم في الـ time بتاع الـ partition والـ calling search space اللي ممكن يشتغل فيه. وبكده نكون خلصنا أول 4 points، اتكلمنا على الـ partition sequence اللي هو very important والـ call effect، البارتيشن كول سيرش سبيس افكت على الكول راوتينج في البوث سايدز، والتايم سكيدول اند تايم بيريدز. ونبدا نتكلم على كول فيتشر انا بحبها جدا اسمها البيلار. تمام، فكره البيلار هي فكره كانت موجوده في البي بي اكس القديم. هي فكرتها كالآتي زي ما انت شايف، هي شويه ادفانسد في الكونفيجريشن. اللي تحت ده يا جماعه سجن، الصوره اللي حطيتها دي صوره سجن. هي مش بتتعمل في السجن بس، بتتعمل في حتت كتير، بس فكرتها بسيطة قوي. ان انت بتروح في السجن you don't have to think about the number that you need to call، مش لازم تفكر ايه الرقم انت عايز تكلمه، انت مجرب المسجون بيقعد وانت بتيجي قصاده الناحية التانية، كل واحد فيك قصاده تليفون، لو انت رفعت تليفونه هيرن ولو هو رفع تليفونك هيرن، يعني بيرن both sides. you don't have to think about the number. تمام، دي فكرة البلار، بل بالعكس هو بيبلوك التليفون على الرقم ده، بمعنى ان انت لو جربت ترفع السماعة هيروح متصل على طول. طيب طلبت الرقم الاول وفتحت السماعة برضو هيتكلم على الرقم اللي هو معمول عليه، مش هتعرف تهرب منه انت تكلم حد تاني. وباي ذا وي لسه كنا عاملين قريب، كان الطلب مننا في مشروع كده تبع ارامكو في السعودية ان هو يتعمل للسيكوريتي، للسيكوريتيز يكلموا بعض، مش محتاجين ان هم يعملوا دايل نمبر بيكلموا على طول. طب ازاي اقدر اعمل كونفيجريشن للموضوع البلار ده؟ كالآتي. الموضوع يا جماعة بيتكون من 3 important points، تليفونين وفي النص translation pattern. انا عايزك في البوينت دي انا هعملها one way. الاول هعملها مثلا for example احنا عندنا هنا ارقام التليفونات ايه، ثانية عشان بلو ده قفل، عندنا 100 وعندنا 200. خلاص يبقى تعالى نقول هنا التليفون ده رقمه 100 والتليفون ده رقمه 200. احنا قلنا ان التليفون بياخد calling search space وبياخد partition. تمام، فكرته ايه؟ فكرته ان انا استخدم حاجة اسمها translation pattern. طب ايه translation pattern؟ هي translation pattern حاجة بستخدمها عشان اعمل manipulation للرقم او تغيير في الرقم او العب في الرقم internal داخل ال call manager بتاعي. بمعنى انا عايز 100 اما يرفع السماعة يكلم 200. تمام، طيب هو انا ايه اللي في كان في البارتيشن او الكولينج سيرش سبيس انا اقدر اكلم مين؟ احنا قلنا البارتيشن معناه حاجة والكولينج سيرش سبيس معناه حاجة. تعالوا افكركم، البارتيشن قلنا مين يقدر يكلمني، الكولينج سيرش سبيس انا اقدر اكلم مين. فانا هروح على التليفون رقم 100 ده وهديله كولينج سيرش سبيس عشان يقدر ايه يكلم 200. طيب لما 100 يرفع السماعة انا عايزه اللي يحصل يكلم 200. طيب ايه الرقم اللي 100 هيدخله؟ هل 100 هيدخل رقم معين؟ لا، يبقى الترانسليشن باترن بتاعي هيكون الرقم اللي هيدخله هو عبارة عن ايه؟ رقم فاضي بلانك، هو اصلا مش هيدخل حاجة. طيب تعال الاول نبدأ كده في حتة من الكونفيجريشن، انا هكرييت 1 partition and 1 calling search space اسميهم for example pillar. pillar واروح على الـ calling search space هكرييت
coding search space اسمه pillar وهقعد جواه pillar ال partition اللي انا عملته له creation. الموضوع هيتم كالاتي يا جماعه. الترانسليشن باترن عامله زي الجيت واي. انا حاطط لك هنا صوره تليفون، انا مش عايز يعني عايزك تعتبرها تليفون للحظه البليار او للحظه ازاي هي بتشتغل. هي شغاله شويه اكنها تليفون في النص. ليه الكلام ده؟ 100 هيرفع السماعه. طب ايه الرقم اللي هيدخله؟ هيدخل رقم فاضي، رقم بلانك ما فيهوش اي حاجه. طيب البلانك ده لازم بديله بارتيشن وكون البارتيشن ده اكسسبل من التليفون ده. فالتليفون ده لو اديته كولينج سيرش سبيس بيلار يبقى هديله هنا بارتيشن بيلار عشان الكولينج سيرش سبيس بيلار اللي انا عملته جواه البارتيشن اللي اسمه بيلار. تعال نعمل الحتة دي الاول. يبقى اروح على التليفون الاول اللي هو الرقم 100 اللي هو الاي بي كوميونيكيتور وهديله كولينج سيرش سبيس اي بيلار. دي اللي جواها بيلار. طيب واروح على اعمل ترانسليشن باترن. طيب ايه الرقم اللي هيدخله؟ هيدخل رقم فاضي. طيب لو جيت سيفت كده مش هيرضى، هيطلع لك ايرور مسج لان هو امبتي. بس لو حطيت فيه بارتيشن هيرضى يسيف اد سكسسفول. طيب لحد دلوقتي كده اللي هيحصل التليفون ده هيرفع السماعه معاه كولينج سيرش سبيس بيلار صح؟ والرقم ده اللي فاضي اللي انا مش التليفون مش هيدخل حاجه برضو في ايه؟ في بارتيشن بيلار. طيب كويس. طب وما ده انا عايزه ما يدخلش حاجه، عايز ايه اللي يرن؟ عايزه يحول الرقم ده اللي هو فاضي يحوله لكام؟ لرقم 200 عشان ده يرن. طب بيعملها ازاي؟ لو جينا نزلنا تحت كده شويه الرقم اللي انا بدخله او اللي انا بتصل بيه ده اسمه الكولد نمبر. هلاقي هنا في سيكشن اسمه الكولد نمبر. طب انت عايز تعمل ايه في الكولد نمبر؟ عايز احول الرقم اللي هو فاضي هنا اللي هو مش هيدخل حاجه لرقم كام؟ 200. تمام وسيف. رقم 200 ده هحطه في بارتيشن. هحطه في بارتيشن ايه؟ هحطه في بارتيشن اسمها بيلار برضو. بيلار برضو. فهلاقي رقم 200 فون ده وجي على رقم 200 احطه في بارتيشن اسمه ايه؟ بيلار. طيب مش انت دلوقتي قلت لي ان انا اعتبر الترانسليشن باترن تليفون؟ اعتبرها تليفون في الحته دي. طب الترانسليشن باترن لما عايز تكلم التليفون ده مش التليفون ده في بارتيشن اسمه بيلار؟ يبقى لازم الترانسليشن باترن دي تاخد كولينج سيرش سبيس عشان هي اللي هتتصل لما المكالمه تجي لها. لازم تاخد كولينج سيرش سبيس برضو بيلار عشان تعرف تاكسس التليفون ده. طب فين الكلام ده؟ لو جيت بصيت هنا هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ كولينج سيرش سبيس هديها بيلار. فانا هروح على الكور راوتينج كلاس اوف سوري الكور راوتينج ترانسليشن باترن واروح على الباترن اللي انا عملته واديله الكولينج سيرش سبيس بيلار عشان يقدر يكلم التليفون اللي الناحيه الثانيه. سيف. كل ما احتاج دلوقتي ريستارت التو فونز. يبقى انا دلوقتي اول ما ارفع رقم 100 المفروض يكلم 200. نجرب. شفت؟ ارفع بس السماعه ما دخلش اي حاجه. طب اجرب ادخل رقم وارفع السماعه برضه هيرن الناحيه التانيه. طب هل الناحيه التانيه لو رفعت رقم 200 هيكلم 100؟ لا، لازم اعمل الويت تاني. لازم اساين بقى كولينج سيرش سبيس للتليفون ده واحط ده في بارتيشن واعمل ترانسليشن باترن تانية فاضيه. وطبعا لازم الكولينج سيرش سبيس والبارتيشن يبقوا مختلفين على اللي انا عملتهم في الاولين عشان ما يحصلش كونفليكت بين الاثنين. وبكده يا جماعه نكون خلصنا البيلار. فاضل بس عايز اقول نوت كده في الاخر. دي كان الحته اللي انا شرحتها ان انا بحط الكولد نمبر اللي هي كانت تحت خالص، بس انا حطيت المربع ده على جنب. عايز اقول ان الفون بيقدر ياخد 2 كولينج سيرش سبيس. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت لو رحت صفحه الفون هتلاقي ان في الفون هنا في كولينج سيرش سبيس، ولو دخلت على اللاين مثلا في اكزامبل لاين من 100 هتلاقي في حاجه اسمها كولينج سيرش سبيس برضه. يعني في كولينج سيرش سبيس هنا لللاين نفسه وفي كولينج سيرش سبيس تاني للفون نفسه. طيب ايه ده؟ هو انا لما اجي اتصل بستخدم انهي واحد؟
هي دي جماعة حاجة اسمها line device approach، ودي حاجة هتتعلمها او هتفهمها في ال في ال device mobility، اسف في ال mobility عامة. بس هقولك ايه فكرتها. لو انا دلوقتي عندي ده ال line، وهنا الفون، تمام، واللاين عندي سي اس اس، ما بلاش اللون ده، اللاين ليه سي اس اس بتاعه والفون ليه سي اس اس بتاعه. زي ما قلنا ممكن اد سي اس اس في اللاين وسي اس في الفون. لو ان اللاين عنده اكس، الكولينج سيرفيسز بتاعه جواه بارتيشن اكس وواي، والفون هنا فور اكزامبل عنده زد وبي، لما التليفون ده يجي يتصل من اللاين ده، يبقى الايه البريفليج اللي معاه او الكولينج سيرش سبيس اللي معاه، هيكون معاه يا جماعه الاثنين على بعض. يعني ايه الاثنين على بعض؟ هيكون معاه كولينج سيرش سبيس كبير جواه اكس واي وزد وبي بالترتيب، بيبدا من اللاين الاول، عشان كده اسمه لاين ديفايس ابروتش. بياخد اللاين بعد كده الفون اكس واي زد بي. وبكده ان شاء الله نكون فهمنا تقريبا، نقول يعني maybe 99% تقريبا ان شاء الله ما يكونش في حاجة ناقصة من موضوع البارتيشن والكولينج سيرش سبيس. يا رب يكون الكلام كان واضح وفهمته واستفدته. لو في اي نوتس او اي حاجة بس جست اكتبوا لي في كومنت تحتيها ايه المشكلة، او في حاجة انت مش فهمها عايز تسأل على حاجة، وان شاء الله يكون في فيديوهات جاية المرة الجاية احسن. شكرا ليكم.